الإعدادية التعاون في إطار جمعية الوفاء القدامى سنة الإعدادية التعاون، ارتئينا أن نقوم بهذه البادرة بإعداد وجبة إفطار لتلاميذ الممتحنين بالإعدادية يومي 13 و14 يناير 2020. والهدف من هذه المبادرة هو تشجيع التلاميذ الممتحنين بصفتنا قدماء تلاميذ هذه الإعدادية لنكون قدوة ومثال لهم بالاعتراف بالجميل للأستاذ وللمؤسسة إعدادية التعاون. السلام عليكم ورحمة الله. في إطار الأنشطة التي تقدمها جمعية وفاء لقدماء تلاميذ إعدادية التعاون، قامت بهذه البادرة البسيطة بإفطار التلاميذ. هي بادرة يعني ليست بالكبيرة، ولكنها لها معاني من العرفان، معاني من الوفاء للأساتذة، معاني من الوفاء لهذه الإعدادية التي قضينا فيها وقتا ممتعا صحبة الإداريين وصحبة الأساتذة. فتحية عالية لكل الأساتذة التي ربونا الأجيال، وتحية عالية لجمعية وفاء لقدماء تلاميذ إعدادية التعاون على كل الأنشطة التي قامت بها. أولا تنبغي نشكر جمعية الوفاء لقدماء التلاميذ مؤسسة التعاون على هاد المبادرات ديالهم القيمة اللي شملتنا هاد السنة، والحمد لله، وهي السنة الأولى ديال التأسيس ديالهم، عبر واحد المجموعة ديال المبادرات ومشاريع همت مثلا البوابة ديال المؤسسة والفضاء الخارجي ديالها، وكذا عملية التشجير والرسومات بالفضاء الداخلي. غادي تربطنا إن شاء الله معهم شراكة مستقبلية، وغادي تكون عبر مجموعة ديال البنود اللي غادي تهم تطوير الحقل التربوي في المؤسسة، تطوير ديال أي شيء اللي تهم التلميذ، مثلا كتشجيع على التمييز. خلال هذه الامتحانات فاجؤونا واحد المفاجأة زوينة، وهي أنهم مكنوا التلاميذ ديال المؤسسة من وجبة الإفطار صباحا والمياه الشرب مساء، وتنشكرهم باسم التلاميذ ديالنا وباسم أولياء الأمور ديالهم كثيرا على هذا النوع من المبادرات، اللي في الحقيقة في واحد الوقت اللي مهم جدا أن تلاميذ قدماء تيتذكروا المؤسسة ديالهم وتيحاولوا يرد ولو واحد الجزء من الجميل هذه المؤسسة، اللي هي مؤسسة عمومية في وقت اللي يعني قليل جدا من تنشوفوا النوع من هذه المبادرات. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابونا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.